قبلة الوداع وانحناء الدعاء والنظرة الأخيرة إلى جبهتك ووجهك يا أبي، فلن نراك بعد اليوم. طفلان يودعان والدهما، وأم ثكلى تخسر أغلى وأعز ما لديها. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم الوكيل، نعم الوكيل. عبد مارس قتيلهم. يبقى وين ولا بنا مش ولا الحارب بيته. مع عائلة مشردين لهم 6 شهور. مشردين لهم 6 شهور. بالعذاب بالعذاب تخبر منهم. ايه تصيح فصيح. يعني يفهم انه واحد من هو دعين ركز اخذ حلقه وتنوه. اجتمعت الأسرة بالمستشفى بعد أشهر من الغياب لتوديع عائلها الذي حاول حمايتهم بتسفيرهم إلى القرية ليجلس لحراسة المنزل. احنا نازحين بالقرية لنا 6 شهور، وهو قال سوينا قد ربيت. حسبي الله ونعم الوكيل، لقينا لا معنا لا أب ولا شيء. الله كريم. بدأت القصة من هنا من حي الروضة من هذا المنزل الذي يحترق بعد استهدافه بصاروخ كاتيوشا 12 ليلا، فاستشهد مالكه عبد مارش. ما يدور على عبد الله صالح، ما معه، ما باقي له حاجه، والله ما باقي له حاجه، ما معه الا عذاب. يقتل هوش، يقول لك زعيم شقتل الطائره تيجي تضرب وينتقم من المواطنين. يقتل له اطفال نساء، احنا عطشنا ميتين غب، والله ميتين غب. لن حصلنا ما من يوم ما قام يحاربنا، ما حصلنا لا ماء ولا كهرباء ولا اكل ولا شراب ولا معانا حاجة الا هذا. يعني هذه مجزرة فظيعة جدا، لا يعني لا ترضي الله ولا رسوله. احنا ما نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، نناشد يعني نناشد الدول العربية، يعني تشوف احنا اليمنيين يقتلوا ويذبحوا على مرأة من عيونهم. يعني نقول لهم الان احنا يعني جزرونا كل يوم جازر، كل يوم جازر، كل يوم جازر، الى متى يعني سنظل هكذا؟ الى متى؟ ام ترك الزمان على وجهها بصمته، لم تعلم ولم تلاقي بحياتها اجرام كالذي جرى لولدها، واطفال كالعصافير لم يعرفوا ذنبا ارتكبه والدهم ليقتل الى منزله، واسرة فقدت عائلها ومنزلها. تقف اليوم عاجزة عن الحديث الا من ترديد حسبنا الله ونعم الوكيل.